نعم، الصواب في مسالمتهم يقولون، وهذا ما ينادى به الآن، إن الإنسانية أخوة، وحرية الأديان، كل على دينه، ولا يصدقون في هذا، ما يريدون الإسلام، ما يريدون الإسلام ولا أن يكون مع الأديان، يريدون القضاء عليه، لكن يأتون بهذا كالخداع. كل يبقى على دينه، وحرية الأديان وحرية العقيدة ولا إكراه في الدين ولا ويجوبون هالأمور هذه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.